الآن بس نبغى نشوف الآن كيف ممكن نخدم مرضى اللي هم اللي عندهم مشاكل في الأدوية. تفضل يا أخي. إحنا عندنا الآن هم يخدموا الآن بس تقريبا عيادتين أو دورين أو عيادتين ولا في الإشكالية في الأدوية. نعم، البيدياتريك والميديسن. كيف نحل الباقية؟ لأنه عندنا إشكالية في التواصل مع التمريض، وأيضا كيف ممكن نخدمهم عن طريق التليفون؟ أيش التليفونات اللي ممكن يتصلوا عليها؟ لأنه لازم يتصلوا على التمريض. هو عندنا في كل عيادة أنه ممرضة تكون مثلاً أنه تاخذ الطلبات حقة المرضى اللي يكونوا مثلاً محولين من المستشفيات الثانية ومتابعتهم. فيكون مثلاً إذا في مثلاً بالتخصيص عيادة معينة أنتوا تواجهوا معاهم مشاكل من حيث صرف الأدوية، ممكن يعني تعطونا خبر وحنا نتواصل مع العيادة نفسها ونأكد على الممرضات أنه يعني التسريع ويعني تلبية طلب المريض في أقرب وقت. لأنه مثلاً عندنا ممكن نحط يوم معين في الأسبوع أنه يكون يوم خاص لاستقبال إعادة صرف الأدوية للمرضى اللي يكونون محالين من مستشفيات ثانية. في سياسة ترى الآن مفتوح اللي أي أحد عنده نقاش يدخل يشوف نفسه أنه توفيت عنده نقاط معينة يقدر يتناقش فيها. هذا نقطة لتسهيل الموضوع، لأنه في سياسة موجودة في المستشفى لعدد طلب العلاج. يعني المريض مجاني يسوون له موعد على الريفير كلينيك، تتواصل مع طبيبه بحيث انه تصرف يعني اوتوماتيكلي، ما يبغى له تعقيد الموضوع. اعيدها مره ثانيه، في سياسه داخليه موجوده، اي بي بي موجوده، طيب اعاده صرف الدواء، سواء الهيئه اتصلت على الرقم هذا تطلب حجز موعد اعاده صرف العلاج في السيستم، والسيستم يخدم السيستم حق الابويتمنت بس انه التعليق على انه تواجهون صعوبه او المواعيد بعيده مع النيرس كلينيك، ممكن انه احنا نشوف ايش نقدر ننفعكم في المستشفيات اللي حترجع لها الحالات، انه لانهم في النهايه كلهم نفس المسمى الوظيفي ممرضات، فاللي حيصير هنا ممكن يصير عندكم في المستشفى، فيكون مثلا يحتاج شويه توعيه او مثلا تثقيف من الممرضه اللي تكون موجوده عندنا في المستشفى، تتواصل مع المستشفى حقكم وتعطيها مثلا خطه انه كيف انه يسوى هذا مثلا التغيير الدريسنج للمريض، ايش اللي مفروض انه الخطوات المتبعه، لانه النيرس كلينيك موجوده بس انه وي يعني اكوميديتنج مور بيشنت في عندنا في المستشفى. بس لو كان في تنسيق بين المستشفى عندنا والمستشفى من عندكم، يكون في مثلا توعيه كيف انه مثلا اللي في النيرس كلينيك تقدر تسويه عندكم في المستشفى. طيب احنا نبغى من عندك اللي قلت لو كرمت علينا تعطينا احنا كهيلث اوتريتش التليفونات اللي ممكن يتواصلوا فيها، وناخذ فيها الطريقه اللي قلت عليها نعملها مع بعض، ونحاول نكتب كل هذه الاشياء ونعرضها عليكم باذن الله.